خاصة بين أحمد العميري. سيد أحمد صباح الخير ونعتذر منك اعتذار شديد، خليناك تستنى شوية في التليفون. مرحبا بك سيد أحمد. يا سيدي يعطيك الصحة ونهاركم مبروك ونهاركم سعيد ونهاركم دقلة وحديد ديك والإذاعة شمسة فيه هيلين أظم لكل سيد أحمد، أظم هيلين الدقلة والأحليب وكلها هيلين ولو أنه الدقلة تو ب 8000 سيد أحمد. إن شاء الله إن شاء الله بخيرش اسمع بخيرش رانا اسمع مادام نحبوا بلادنا نضحيوا مش مشكلة، فترة زمنية وتزول وترجع طول وترجع قيمتها وترجع هيبتها وترجع رجالها ترجع شعرتها ما تخافش. الحم بما انك دخلت لنا بالتفاؤل، اللحوم الحمراء بصفه عامه خاصه نحكي واللحم العلوش اللي يمشي ب 40 دينار تقريبا توا واللحم البقري باش يرخصوا الاسوام في القريب العاجل والا لا؟ والله حتى شوف حتى ونحن فهمني هذه قمنا به فهمني مراسلات فهمني سيد وزير التجاره فهمني حطيناه على علم سيد وزير الفلاحه حطيناه فهمني زاد كيف مراسلات فهمني قيمه نستناو نحن فهمني طلبنا فهمني وش عطيك انا بالذات نهار 18 جانفي فهمني بعثنا فهمني نحن فهمني سيد وزير الفلاحه حول السداد شهر رمضان المعظم وعيد الاضحى المبارك من نهار 18 جانفي اللي ما تجاوبناش معنا سيد الوزير الجديد بعثنا الوزير حول قطاع اللحوم الحمراء فهمني عطينا تقييم على مشاكل اللحوم الحمراء سيد وزير فهمني التجاره زاد كيف نهار 17 جانفي بعثنا لحول شنو النتائج سيد احمد؟ والله حد الان فهمني سيد وزير الفلاحه فهمني نستناو فهمني ان شاء الله ربي يسهل فهمني في جلسه معاه بعثها فهمني مراسله فهمني قداش تقترحوا باش نكونوا عمليين اكثر في الاقتراحات نتاعكم الاسعار اللي اقترحتهم قداش؟ نحن ما اقترحناش اسعار احنا مازلنا ما حكيناش في حتى شيء مازلتوا ما طلبنا جلسه عمل للتوضيح فهمني اشكاليات وحل حاله فهمني والحلول فهمني نحن قاعدين نستناو اما اللي عدنا على عدم اللي قاعده وزاره التجاره فهمني قاعده فهمني تو تشوف فهمني وقاعده تبادر فهمني بتوريد كميه على خاطر راهو كي قلنا نحن ما فماش وغلاء وراهم فماش فهمني مصداقيه في الكلام اللي تقال وراهم قالوا اللي عدنا الانتاج راهو ما نغلطوش انا قلت لك حاجه معقوله توا اذا نحبوا بلادنا ونستحفظوا على بلادنا نوضحوا للراي العام ونوضحوا للشعب التونسي كما كنت نسمع فيك توا مع الاستاذ شكون تحكي انا نخرج نقول للشعب التونسي راهو ما عدناش ونصبر ولا نشوفوا حلول وراو على مدار قصير متوسط بعيد باش نلقاو الحلول وما نقولوش يعني اللي يسمع فيك يقول لك التونسي صبر برشا ياسر صبر ما عادش ينجم يصبر اليوم كي صبر برشا فهمني الفتره اللي كانت فهمني ما كانتش فما كفاءات نقولها بكل صراحه راه ما فماش كانت فما تواصل اليوم فهمني ان شاء الله بحول الله فهمني مع سيد وزير الفلاحه فهمني سيد الجنرال فهمني اللي عندنا فهمني تبي عليه ونعرفوا فهمني شنو دوره فهمت التوجه قداش لازم يكون حسب تقديرك كيلو لحم العلوش وكيلو لحم البقري بحكم انك مختص في اللحوم الحمراء؟ كان فهمني باش نحكي لك هكا نعطيك انا دو بارتي باش نقول اذا كان احنا كيما كنا نحكيو قبل تونس ما تمرت روما وتونس بلاد فلاحيه وتونس وما نبداوش نغيبوا في شيء ونحضروا في شيء راهو اللحم فهمني ب 28 دينار 28 دينار لازم يكون كيلو اللحم هكا لازم يكون اذا كانت فهمني كيما كنا نحكيو كيما كانت في الماضي تونس فهمني ما تمرت روما والانتاج والفلاحه وين الفلاحه وين الفلاحه تو نحن نحكيو الفلاحه وين الفلاحه خرجت يعني من 40 دينار سيد احمد من 40 دينار تقول انت انه لازم يكون كيلو لحم العلوش والى البقري في حدود 28 دينار هذا قلت لك انا فهمني راهو فهمني اذا كانت ما تمرت روما في الظرف هذايا كي نلقاو لحم في معدل 32 دينار في الظرف هذايا بالذات فتره زمنيه خاطر جات فتره فهمني ضيقه فهمني باش يكون ب 32 فهمني معتبر لكن وينه لليوم ما فهمش حلول لليوم مازلنا فهمني ثلاثة جماعات على رمضان ما عندنا حتى فكرة ما عندنا حتى معلومة غدوة عندنا العيد الكبير بحول الله فهمني في معدل 900,000 علوش قريب فهمني مليون علوش اليوم ما عندنا حتى توضيع اليوم نشوف الرحابي ما فهمش علوش فارغ علاش ما فهمش انتاج ما عندناش انتاج هاي المشكل وين ريتا كنت تحكي القطيع نتاعنا وينه سيد احمد ما عندناش قطيع انت شفت انت عمناول وتعمناول شفتوا انتم عمناول وتعمناول قداش فهمني التوانسه ولات الظاهره نتاعنا اللي الناس ما تعيطش ولات عيد كبير اول حاجه الساعه غير الاسعار فهمني وجوده ونوعيه نتاع العلوش ما فهميش الكل تشوف فيها كي الحمام وكي الدجاج ابيض فهمني وثاني حاجه فهمني ما عندناش كميات الناس تمشي تدور تسمع اي المشكل وين الناس تحب تصلح عليك تخرج اطراف باش تتكلم فهمني مسؤولين فهمني في الدولة ولا مسؤولين اي هذا في ثلاثة جماعات كيفاش نصلحوه سيد احمد قبل شهر رمضان المصداقية
والثقة مع المواطن التونسي. كي خرجت أنا وتكلمت قلت أنا ما عدناش جدي بيا نعرف شو نعمل. إذا كان عدنا رو العلوش اليوم ماهوش ب 42 و 43 دينار، شو باش نعطيك حاجة بسيطة. تونس الكبرى اليوم ماهي البارح نعطيك البقري فهمني في معدل من 34 و 800، فهمني 36 و 800، 38 الحمل اللي بالعظم اللي كنا نبيعه فيه نحن ب 9000 وب 10000 اليوم في معدل 21 و 800، 25 24 22. علاش هذا موجود؟ على خاطر فهمني نمشي ونحن للرحابي نشريه سلعة غالية ما فهمش تنسابليتي ما فهمش مسيرك توزيع منظمة. نعطيك حاجة أخرى، الولايات تشتكي من قلة الانتاج وغير الأسعار. الولايات المنجة اليوم ولا تتشكى اليوم دي. اليوم الحمل العلوش قداش اليوم؟ أنت والمناطق اليوم وصل حتى في بنزرت 42 دينار، في تونس في معدل 40 دينار. والبقري، البقري في حدود قداش؟ البقري فهمني في جهات فهمني فما فهمني حتى 38، وفي جهات فما 36 و37. شكرا رئيس غرفة القصابين أحمد العميري على تدخلك معنا وعلى المعلومات اللي قدمتها لنا، في انتظار أنه يصيروا اجتماعات مع وزارة الفلاحة ووزارة التجارة والتفاعل يصير في تخفيض أسعار اللحوم الحمراء اللي يقول انها لازمها تكون تقريبا في حدود 32 دينار. كامل فريق الماتينال سيري بن قاسم رفيق دريدي حمزة صفار